بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله. هنا أصبح يوسف أسيرا وسجينا لا يملك من أمره شيئا غير أنه قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فكان في سجنه طاعة وأعقب كربه الفرج. جلس يوسف مع المساجين يعلمهم ويدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار كما فعل في قصر العزيز. أتدعونا إلى عبادة إله واحد ليس هو آمون؟ أنا لا أعرف من أين جئت بهذا الكلام، ولكني مقتنع بما تقول، فإن آمون لا ينفع ولا يضر. حوراء، كنت سأموت لو حدث لك مكروه. وهل هناك مكروه للفتاة أكثر من ضياع حلم حياتها في ليلة عرسها؟ نحن في حدث جلل ومصاب كبير، ماذا بك الآن يا بنا روح؟ لا تيأسي يا حوراء، ربما هناك بصيص من الأمل. أنت من تقولين هذا يا روح؟ وأنت من فقدت زوجك؟ ليس لدينا شيء سوى الأمل. يا له من فتى مختلف، لم أرى طوال رحلتي في الحياة شابا مثل يوسف. إنه لم يعبأ بالسجن، فهو دائما متفائل. أظن أن يوسف على الحق. على الحق؟ كيف؟ يوسف لم يأتي بكل هذه الثقة من فراغ يا ولدي. إذن من أين أتى بها يا ريحان؟ إنها ثقة المؤمن في خالقه الواحد. هل كفرت بالإله آمون؟ أنا لم أؤمن من الأصل. هذا الفتى يذكرني برجل عربي كنعاني يدعى يعقوب. وأين قابلته؟ يا ولدي، أنا رجل تجاوزت 80 عاما ومررت ببلاد كثيرة في طريقي حتى وصلت إلى هذا السجن. ويعقوب هذا إلى أي إله كان يدعو؟ لنفس الإله الذي يدعو إليه يوسف. وهكذا بدأ الرجال يفكرون في الخالق بمنطق مختلف بعدما رأوا من حسن خلق ونقاء يوسف الصديق. ما هذا الذي أنا فيه؟ أشعر بالهزيمة والانكسار. زوجي قد انكسرت أمامه، وهزم هو أمام رجولتي، وملكي زال وأنا فوق عرش الأنوثة. لا أستطيع أن أقيم وجهي أمام خدمي ورعيتي. إحساسي بالرفض من يوسف قد قسمني نصفين. أما عن دخول يوسف إلى السجن
فهذا وحده كان كفيلا بقتلي وأنا على قيد الحياة. ماذا أفعل وأنا أدوب فيك عشقا يا يوسف؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ مولاتي ملكة البلاد، ما الذي يلفت نظر مولاتي ملكة البلاد في هذه الساعة؟ أراك شاردة يا مولاتي. ليس أشد على امرأة مما أنا فيه يا يشور. وبماذا يفيد هذا يا مولاتي؟ ملكة البلاد قد شغفها يوسف حبا، فقد سجنته في محبسه، فسجنني في عشقه، فأين المفر؟ مولاتي، كدت أن تقتلي نفسك ألما وعذابا. كيف أنسى عشقا قد كتبه التاريخ يا يشور؟ أنسيت أنني ملكة، زوجة ملك، فعشق الملوك مثل أسمائه لا ينساه الناس. أخشى عليك من ضعف يطيح بك يا مولاتي، لابد أن تخرجي من هذه الحالة. أنت تقتلين نفسك بهذه الطريقة. وهل كان الذهاب ليوسف بالاختيار؟ حتى تكون العودة للعزيز بالاختيار؟ إنه نداء القلب. أخشى أن يسترق مولاي عزيز مصر السمع. لا بد أن نهاجم المعبد ونقضي على الكهنة الأعداء قبل أن يقضوا علينا يا أبي. يحاروب يا ولدي، دع لأبيك شؤون الملك فهو أعلم بها منك. أنا من سأتولى حكم البلاد بعد أبي، ولا بد لي من كلمة في هذه البلاد يا أمي. يحاروب، كفى كفى، فأنا ما زلت على عرشي ملكا للبلاد يا زخار. مولاي ملك البلاد أبي الحطب، ماذا عن الكهنة يا زخار؟ علينا أن نستعد بكل الطرق للهجوم على المعبد. كيف يا زخار؟ نحن أعددنا العدة يا مولاي للقضاء على الكهنة الخونة. إذن ابعثوا في طلب العزيز وأخبروني بما أسفرت التحقيقات مع الطباخ والساقي الخائنين. أرى مولاي الملك أكثر عصبية وتوتراً. هذا أمر طبيعي لملك كاد أن يفقد حياته بالسم. لن أترك هؤلاء الكهنة يعبثون بمستقبل البلاد